قبل شهر أعلنت مصر عن اكتشاف أثري ضخم تمثل بعدد ضخم من التوابيت الأدمية المغلقة منذ 2500 عام. لنا أن نتخيل 2500 عام لم تفتح وعددها 59 تابوتاً ملوناً بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة والكهنة من الأسرة 26 والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر أكتوبر الجاري. We found a little hole, was a bit sealed. We did open it and we found a surprise. We found bunch of coffins. I don't know how many, but seems to me they are tens of wooden coffins. Very soon we're going to continue our excavations to reveal the rest of the sand of Saqqara. أمس أعلنت مصر عن اكتشاف أوسع في هذه المقابر ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء المصري صوراً لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي يتدلى إلى داخل المقابر لمتابعة سير الاكتشافات والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة. الخبر احتل صدارة البحث في السوشيال ميديا بمصر ووردت تحليلات أن عدداً جديداً من التوابيت ربما قد تم اكتشافه أو ربما اكتشاف نوع آخر من متعلق بحقبة أخرى من الزمن. هذا ما سنحاول معرفته اليوم وسنتابع مع ضيفنا تفاصيل اكتشاف هذه الآثار وكيف تم اكتشافها والأكثر من ذلك كيف تم حفظها كل هذه السنين. But seems to me they are tens of wooden coffins. Very soon, we're going to continue our excavations to reveal the rest of the sand of Saqqara. ينضم إلينا من القاهرة الدكتور خالد غريب رئيس قسم الآثار في جامعة القاهرة للحديث أكثر في تفاصيل طبعا هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك دكتور خالد معنا اليوم في هذه الحلقة من تشاتشو. دكتور طبعا هذا الاكتشاف يعني الذي تصدر صدارة البحث على السوشيال ميديا والأبرز من ذلك يعني كانت نوع الحقبة التي يعود أو تعود إليها هذه الاكتشافات. هل لك أن يعني تزودنا بتفاصيل أكثر حول هذه النقطة بالتحديد؟ أولاً أهلاً بحضرتك وسهلاً وأهلاً بكل المشاهدين. حضرتك إحنا بنتكلم على حاجتين مهمين، سقارة والقصة 26. سقارة إحنا يمكن أن نطلق عليها في الحضارة المصرية اسم بانوراما الحضارة المصرية. لا يوجد مرحلة من مراحل الحضارة المصرية إلا وكانت سقارة جزءاً منه، فهي مركز عبادة المعبود بتاح رب الصناعة ورب الفنون ومكان كبير جدا ارتبطت بكل العصور المصرية منذ نشأة مدينة منف وجبانتها سقارة من الأسرة الأولى وحتى العصر الإسلامي لأن احنا مثلا في المتحف القبطي نروح نلاقي بقايا دير الأنبا إرميا من سقارة، نلاقي يوناني، نلاقي روماني. القصة 26 مرحلة مهمة جدا في تاريخ مصر لأنها مرحلة بنسميها إعادة الإحياء وإعادة البعث للحضارة المصرية. تعلمي حضرتك بأن مصر قبل العصر الصاوي كما نطلق على 26 العصر الصاوي نسبة إلى العاصمة بتاعته اللي هي صال حجر مركز بسيون محافظة الغربية كانت مصر محتلة من الكوشيين وسبقها سكان حواف مصر الغربية التي يطلق عليهم تجاوزا البعض القبائل التي ينطق عليها قبائل الربو. إذن مصر خرجت من مرحلة كان فيها حكم أجنبي بيسيطر عليها إلى مرحلة في القرن السابع قبل الميلاد كان الحكام بيحاولوا أن يستعيدوا لمصر نفوذها وقوتها. من هذا النفوذ ومن هذه القوة كانوا حريصين على أن تكون كل الأماكن التي تحمل قدسية ومكانة كبيرة بها العديد من الآثار التي تعبر عن عودة الريادة المصرية والسيطرة والهيمنة على كل بقاع الأرض. نعم يعني دكتور دكتور خالد دكتور خالد يعني ما أهمية هذه الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء المصري لهذه المنطقة في هذا الوقت يعني الذي يتفشى فيه فيروس كورونا والذي تعتبر فيه السياحة يعني أقل من المعتاد في مختلف أنحاء العالم ليس فقط في مصر؟ طبعا العالم بأجمعه
مع تفشي وباء كورونا بيحاول فتح أبواب أخرى كمصادر للدخل، وده شيء طبيعي. فإذا طلبت النهاردة من أحد السياح أن يأتي إلى مصر زائرا لمصر ليزور مصر الكلاسيكية التي يسمع عنها بمناطق الأقصر أسوان شرم الشيخ الغردقة، فإنه هيبقى محتاج إن دي موجودة وممكن يجي في أي وقت. لكن عملية جذب السياحة التي تدفع السائح أن يأتي إلى مصر لمشاهدة ما لن يراه في أي مكان آخر في العالم، توابيت جديدة تكتشف في جبانة سقارة في منطقة شهدت أول هرم أو أول مقبرة حجرية لملك، كل هذه الأمور كان لابد لنا أن نقيم لها. حين يتحدث رأس الحكومة والشخصية الثانية في السلطة التنفيذية في البلاد وهو رئيس الوزراء بعد رئيس الجمهورية وينتقل إلى المكان، هو يقدم رسالة للعالم بأن أرض مصر لا ينضب معينها، وأن الخير قادم إليه، وأنك يمكن أن تأتي إلى مصر آمنا مطمئنا لتشاهد ما لم تعتد أن تسمع عنه أن تراه في مصر في غيرها من الأوقات. نعم دكتور خالد، يعني كما نعلم أن هذه المنطقة منطقة سقارة هي منطقة مهمة جدا يعني، وتحتوي على إرث تاريخي كبير، وأيضا كما ذكر في التقارير أن 30% فقط من هذه الأثار تم اكتشافها وباقي 70% أخرى، ما أهمية هذا الإرث في هذه المنطقة بالتحديد؟ حضرتك حتى لما اتكلمنا عن منطقة سقارة، سقارة هي اسمها مشتق من رب الجبانة المصري القديم المعبود سكر. نعم. ومنها جاءت كلمة سقارة. منطقة سقارة زي ما قلت لحضرتك في بداية حديثنا هي منطقة لا تخلو من الآثار المصرية في كافة العصور. نعم. يعني الأسرة الأولى والثانية في مرحلة الإنشاء والتأسيس لمصر وجدنا المقابر في أبيدوس وفي سقارة. أول بناء حجري ملكي كامل في الحضارة المصرية أتانا من سقارة. أول مرة كنا نجد نصوص تكتب بداخل الأهرامات في الأسرة الخامسة كتبت ما عرفت بنصوص الأهرام. أول أجمل وأروع مقابر الأشراف، هل تجد حضرتك ما هو أروع من أن تدخلي مقبرة بتاع حطب وتشاهدي منظر وهو يقلم أظافره ويضع له بعض الحلي كأنه بيعمل له مانيكير وباديكير، منظر غير متكرر في أي مكان في العالم الحضارة المصرية قدمته من سقارة. في الدولة الوسطى كان قريبا منها أهرامات ومعابد خاصة بالأفراد. في الدولة الحديثة القائد حور محب الذي أصبح بعد ذلك الملك حور محب كان حين أراد أن يبني لنفسه قبر وهو ضابط للجيش قبل تولي الحكم بنى في منطقة سقارة. في العصر المتأخر زي ما شفنا التوابيت تعطي رسالة للعالم أن المنطقة لم ينضب، واستمرت أهميتها في العصر البطلمي والروماني حتى أننا في المتحف القبطي في وسط القاهرة حتى الآن نزور معا ما يعرف بدير الأنبا إرميا وهو أحد أهم وأشهر الأديرة المسيحية من القرن السادس الميلادي التي جاءت من منطقة سقارة. بل إننا نجد أيضا مجموعة من المخطوطات الإسلامية اكتشفت وخرجت من نفس المنطقة. نعم دكتور، طبعا أيضا كما تم أو كما ورد في التقرير أن هذه المومياوات ما زالت محافظة يعني أو تحافظ على شكلها، وكانت أيضا يعني محمية من اللصوص أو لصوص هذه الأثار، فكيف تم الحفاظ على هذه المومياوات؟ لا هو حضرتك الجزء الثاني من السؤال ده نقول الحمد لله عليه. نعم. وهو حمايتها من لصوص الآثار، لأن لص الآثار لا يوجد عند المصري. المصري كان يصنع مجموعة من القواعد اللي بيسير عليها لحماية المقابر، ولكن لم نجد بكل أسف العديد من المقابر. يعني أين الأساس الجنزي اللي تحطه الثالث لرمسيس؟ لكن الجزء الأول حفاظ على التابوت، مادة الصنع، الدفن في الرمل، الرمال بتاعه سقارة، كل دي امور سهله. بعدها عن الارض وهبوطها في منخفض في باطن الارض، كل ده كلما ابتعدت عن سطح الارض كلما كنت اقل عرضه لعوامل الزمن اللي ممكن تاثر عليه، ومن هنا كان الحفاظ عليها شيء رائع وشيء مهم. لكن الحمد لله في الجزء الثاني من السؤال انه حفظ على الاثار ولم تصل اليه ووصلت اليها ايدي الحفار قبل ان تصل اليها يد اللص. نعم دكتور، طبعا يعني اكتشاف هذا الاعداد الهائله من هذه المومياوات والاكتشافات الأثرية يعني في ظل أيضا تفشي فيروس كورونا يعتبر كعبء على هذه الكوادر، فكيف يتم التعامل مع هذا الكم الكبير وطبعا يعني والعائدة للأهمية الكبيرة لهذه الاكتشافات، كيف يتم تدارك هذه الكميات الكبيرة من الاكتشافات في هذه الفترة التي يعني تعتبر فترة عصيبة في ظل انتشار فيروس كورونا وربما قلة عدد الكوادر العاملة؟
بطبيعة الحال الكوادر العاملة موجودة، ومصر بها 7 كليات للآثار تخرج كوادر كبيرة، ولكن الأهم من ده وهو الأهم في السؤال الآثار اللي بتطلع مصيرها ايه في ظل هذا الأمر. نعم. من حسن الحظ أن مصر ربنا أنعم عليها فإننا في خلال شهور قليلة جدا هنكون بنفتتح أكبر متحف للآثار في العالم. نعم. المتحف المصري الكبير، مصر هتقدم المتحف ده هدية للعالم، ومن المتحف ده مصر هتقدم آثارها والاكتشافات الحديثة. فالحمد لله كما نقول رب ضارة نافعة. نعم. فربما لو كانت الأمور في شكلها الطبيعي والسياحة والعمل في وضع الطبيعي لكانت هذه الأنصار كنزا منسيا، ولكن رب ضارة النفع زي ما قلت انه من رحم الأزمة بيخرج كنز يمكن ان يكون ثراء وإضافة رائعة لأروع وأكبر متاحف العالم اللي بتهديه مصر للعالم قريبا إن شاء الله، وهو المتحف المصري الكبير في ميدان الرماية. نعم دكتور خالد، يعني كما نعلم أن هناك مراحل أولية يتم اتخاذها في بداية اكتشاف هذه المومياوات، فهل لك أن تستعرض لنا بشكل سريع أبرز أو أهم هذه المراحل عند التوصل أو عند اكتشاف مثلا هذه المومياوات أو هذه الأثار؟ شوفي حضرتك احنا عندنا قواعد أساسية في عمل الحفاير، عمل الحفاير ان انا ما بنزلش بالمعبد. يعني احنا عندنا منطقه اذا تحدثنا عن المومياوات فاحنا عندنا الخبايا اللي اكتشفت في الاقصر، عندنا وادي المومياوات الذهبيه وحدثنا عنه طبعا الدكتور زي حواس عن في الواحات البحريه، عندنا الاثار اللي والاثار والمومياوات والتوابيت اللي طلعت من العساسيف، ثم اثار سقاره. دايما انا في الحفاير ببدا اشتغل بعمليه المجسات في البدايه، ثم النزول بشيء بسيط، ثم العمق مع العمق، حتى اصل لدرجه الدرجة اللي بصل عندها هي اللي ببدأ أشتغل عندها إذا وجدت أي ملمح أسد. والملمح الأسري عشان الناس تبقى فاهم، مش شرط إن أنا ألاقي تابوت، ومش شرط إن أنا ألاقي موميا، أنا ممكن ألاقي أستراكة كسرت فخار صغير تكتب معلومة، المعلومة دي تفتح لي الباب إزاي يمتد في عمل الحفاير. بعد كده بتتم عملية التصوير للأثر في موقعه وعملية الترميم الأولي، زي ما بنقول هنسميها الإسعافات الأولية. نعم. الأغلب التوابيت من الأخشاب، الخشب دايما بنسميه انه مادة قابلة للتلف سريعا، فبيكون سريع جدا المعالجة السريعة الأولية لحاجتين، خامة المادة، خامة الصنع اللي هي الخشب، والحاجة التانية الألوان، محاولة سريعة جدا لتثبيت الألوان اللي موجودة عليه. دول أول مرحلتين أنا بشتغل عليهم أول ما بيطلع عندي الأثر. بعد كده بدأ عملية النقل، في بعض الحالات قد أجد أن عملية النقل قد تضيع الأثر، يعني نعم. ممكن ان نقل الاثر يؤدي لتلف وضياعه، في الحاله دي فقط بحافظ على الاثر في مكانه وبعمل ما يمكن ان يطلق عليه الاوبن اير ميوزيوم او متحف الهواء او المتحف المفتوح. نعم دكتور خالد، هل باعتقادك سوف يكون لهذا المتحف الذي سيتم وضع كل هذه الاثار الغنيه، يعني هل سيكون لديه قدره استيعابيه كافيه لكل هذه الاكتشافات؟ المتحف المصري الكبير لديه الاستعداد أن يحوي هرم الجيزة. نعم. أن يدخل الهرم بداخله. الحمد لله المتحف مشيب بطريقة أكثر من رائعة، محدد يقبل كل الآثار التي تأتي إليه. البداية ستكون بحوالي 15-16 ألف قطعة، ثم ستنتقل إليه آثار، ويفتح أبوابه في ردهاته وفي قاعاته لاستقبال كل الآثار التي ستأتي. المتحف المصري كما هو المتحف المصري الكبير ده إنشاؤه يعطي إجابة لسؤال حضرتك، وهو ليكون مفتوحا ومكانا متسعا لكل الآثار المصرية والاكتشافات، وما قد يجد أو كما قد يأتي بعد ذلك، وإن شاء الله القادم خير كثير بإذن الله. من القاهرة الدكتور خالد غريب رئيس قسم الآثار في جامعة القاهرة، أشكر وجودك ومشاركتك معنا في هذا اليوم، في هذا اليوم من هذه الحلقة من تشات شو، ونأتي هنا إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم غدا بنفس الموعد على فيسبوك لايف سكاي نيوز عربية.